ضيفنا الذي ينضم إلينا من القاهرة مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام عدنان. دكتور إسلام، الحديث يعني كبير جدا في الساعات الماضية، الحالات لا تتوقف، في حالات جديدة، لكن الأحاديث عن بلازما، عن العلاج المختص بالـ HIV، أمور عديدة تطرق، لكننا لا نعرف ما مدى صحتها وهل بالفعل تعطي نتائج إيجابية. مبدئيا فيروس كورونا اعراضه بتتراوح من اعراض خفيفه مايلد كونديشنز، ودي تقريبا في حدود 75% من الحالات. الحالات الخفيفه هتخف لوحدها، يعني بمضاد الفيروسات، ادويه للسيطره على الاعراض، الكحه والمشاكل التنفس انسون، الحاجات دي كلها هتخف لوحدها. لذلك احنا شايفين الاف المرضى خفوا ورجعوا تاني بيوتهم. الثمان حالات كانوا موجودين في الامارات مثلا على سبيل المثال، منهم حالتين خرجوا تمام من المستشفى ويعني رجعوا بيوتهم. فالمشكله كلها في 2% من الحالات الخطره، وفي حدود 15% اللي هي الحالات شديده الاعراض. الحالات دي هي اللي بتجرب عليها الامراض الدوائيات الجديده، ولغايه دلوقتي ما فيش دواء معين طلع من الـ WHO بيقول ان هو قادر على ان هو يعالج فيروس كورونا. كلها محاولات. منظمه الصحه العالميه الاسبوع اللي فات قالت ان هي ادخلت بعض العقارات في التجارب السريريه. المفروض ان احنا نعرف نبتدي نسمع نتائج في خلال شهر او شهرين. لكن حاليا اي حد بياكد ان في عقار معين لعلاج الحالات شديده الخطوره دي فقط اشاعات، مفيش اي دواء. ولكن اين تكمن الصعوبه في ربما الفيروس المستجد؟ لماذا يحار العلماء عن اكتشاف هذا الدواء؟ اين تكمن الصعوبه برايك؟ هو اي فيروس جديد بيحتاج وقت معين، سواء كورونا او غيره، لان انت تعرف تفك الشفره الجينيه للفيروس، بعد كده يتم انشاء دواء. انشاء دواء ليه بروسيس، بروتوكولات معينه من الـ FDA لازم تتبع. يعني ان حد يعرف يكتشف دواء مش هينفع ينزل السوق بعديها باسبوع او اسبوعين. حتى لو تم اكتشاف عقار لازم يخش في 4 مراحل للتجربه. مراحل على الحيوانات، على الانسان، المرحله الاولى والثانيه والثالثه، بعد كده يبتدي ان هو ينزل ويستخدم. المراحل دي عاده هذه المراحل، اعذرني على المقاطعه، هذا السؤال، يعني حضرتك قبل قليل تحدثت عن انتظار لربما مده شهرين حتى نبدا لنشهد بعض النتائج الإيجابية، لكن التجارب هذه ألا تحتاج لأكثر من سنة؟ وحضرتك ذكرت هذه المعلومة، حتى يؤكد ما إذا كان يجب استخدام هذا الدواء من عدمه؟ اللي احنا مستنيينه في خلال شهر، هل يوجد عقار اتحط على التجارب السرية وابتدى يدي نتائج أولية ولا لا؟ لو ابتدى يدي نتائج أولية بيخش في حاجة بيسموها فاست تراك، يعني تسريع للبروسيس اللي هتقعد سنه ان هي تقعد مده اقل شويه زي ما شفنا في H1N1. لكن حاليا لا يوجد اي عقار، فقط التجارب السريه بدات هذا الاسبوع. البعض يستخدم عقار ضد الايبولا في حاله فيروس كورونا، الHIV ايضا تم استخدامه. هل لدينا تجارب في السابق استخدمت لامراض ما عالجت امراض اخرى؟ هي مضادات الفيروسات ينفع تستخدم لفيروس جديد، النتائج بتكون غير واضحة. فعلى سبيل المثال هم بيحاولوا يدوا نفس العقارات كانت بتستخدم مع سارس أو مع H1N1 إنفلونزا الخنازير، لكن التجارب ما بتبقاش ناجحة. المبدأ نفسه ثابت في مضاد الفيروسات في تكوينه، لكن كل فيروس محتاج عقار يعني محدد خصيصا ليه. دكتور، هل يمكن القول أنه تتقلص احتمالية الموت مع التقدم في هذه التجارب، التقدم في هذه الجهود؟ لأنه اليوم نسمع كل يوم في حالات جديدة، لكن إذا ما نظرتم وحضرتكم في عالم الطب، هل تجدون أنه في تقدم خلال الشهر الماضي؟ يعني الفيروس بدأ منذ شهرين تقريبا. وحاليا معدلات الوفاة من 2 لـ 3%، النهاردة 2.4 من كل 100 حالة في 2 لـ 3 بيتوفوا، والحالتين للتلاتة هم حالات بيسموهم immunocompromised، حالات عندها مشاكل في المناعة أو كبار السن، وهم دول اللي عندهم خطورة شوية في التعرض للأعراض العادية حتى لو كان إنفلونزا مش كوفيد 19.
فعموما اللي احنا بنشهده ان يوم بعد يوم نسب الاصابه بتقل. احنا كنا بنتكلم من 3 ل 4000 حاله يوميا، امبارح كان في حدود 1200، النهارده في حدود 1500. فالى حد ما الاصابات الجديده بتقل، نسب الوفيات انا متوقع انها تبتدي تقل برضو مع الرعايه الصحيه، ومع ان اي حد شاب ومناعته كويسه عاده بيقعد الفتره بتاعه الفيروس بعد كده بيخرج من المستشفى. هل نحن بحاجة للقاحات أم دواء بشكل مستعجل برأيك؟ الاثنين. يعني هو منظمة الصحة العالمية شغالة على الحالتين. فالمؤتمر اللي كان مقام الأسبوع اللي فات كانوا بيتكلموا في لقاح للناس الأصحاء عشان ما يجيلهمش الفيروس، ودواء للناس المصابين. اللقاح برضو حاليا يعني طور الإعداد، هيخش برضو الاختبارات السريرية الأسبوع القادم، وفي انباء على ان الدراسات او اللي هي البلو برينتس بتاعه الفاكسين ان شاء الله مبشره. لكن كفاكسين ينفع ان هو يتاخد غالبا هيبقى بعد 8 شهور ل 9 شهور من الان. دكتور، هل ابدت دولنا العربيه انها مهيئه لمحاربه انواع فيروس كورونا؟ يعني نحن شهدنا في دوله الامارات حالات شفاء متعدده، لكن اليوم بعد متابعتكم لتفشي هذا المرض في بعض الدول، كيف تنظرون الى يعني جهوزيه اذا امكننا القول دولنا العربيه؟ طيب، حاليا احنا عندنا 9 حالات في الشرق الاوسط. انا في رايي ان من ناحيه جاهزيه ان احنا نمنع دخول اي مريض دي اهم حاجه، دي الاولويه. صحيح. انا شايف ان احنا عاملين الى حد ما دور كويس، لان احنا لو دخلنا حاله عندها اعراض واحنا مجتمعاتنا فيها اعداد مهوله، يعني لو اتكلمنا على جمهوريه مصر العربيه، لو في مترو الانفاق ولا اي في مواصلات، لو في مريض عطس او في اي نقل عدوى، هتبقى الموضوع صعب السيطره عليه. فالسيطرة محتاجة تبقى من المنبع، ده اللي بيحاول الحكومات حاليا في الشرق الأوسط انهم يعملوه. المهم جدا حاليا دلوقتي هي الانفورماتكس، المعلومات اللي بيتم تبادلها من الشرق الأوسط ومنظمة الصحة العالمية. اي حالات سسبكتد مشكوك فيها، البروتوكولات للعزل عاملة ازاي، ده الطريقة الوحيدة ان نعرف نسيطر، نمنع دخول اي مصدر، غير كده هيبقى السيطرة صعبة جدا. شكرا جزيلا على مشاركة مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام عدنان من القاهرة الليلة.